هي قوافل للمقاومة، لكنها تختلف عن تلك التي اعتاد أهل البقاع اللبناني أن يروها سابقاً. في هذه المنطقة التي لم يبدل أهلها رايتهم ولا خياراتهم على مدى 30 عاماً، خرج هؤلاء بشكل عفوي لاستقبال قوافل المازوت الإيراني وهي تدخل الأراضي اللبنانية. مسار القوافل بدأ من مصفاة بانياس على الساحل السوري، بعد أن وصلت إليه الباخرة التي حملت المازوت من إيران متجاوزة البحار والمضائق وصولا إلى سوريا. هذا انتصار إذلال لفريق أمريكا وإسرائيل في لبنان ولإسرائيل وأمريكا نفسهم. وصلت هذه القوافل وكسرنا كل حصار أمريكي مستكبر، كل حدا أراد أنه يظلنا بنقول له نحن أقوى من هيك، ونحن بوركة السيد حسن، بوركة المقاومة وكل المجاهدين إن شاء الله مستمرين. استعدادات لوجستية أعدت قبل انطلاق القوافل من توسيع وتعبيد للطرقات إلى إعداد منشأة التخزين في بعلبك وصولا إلى استنفار أجهزة الإغاثة والإطفاء الخاصة بالمقاومة، واستحداث مراكز جديدة لها على طول مسار القافلة البرية، ليصار بعدها إلى الإعلان عن أرقام هواتف تسلم طلبات التوزيع والتي شملت في سطورها كل المناطق اللبنانية على اختلاف انتماءاتها، بعد كلمة السيد نصر الله مطلع الأسبوع وتحديده آلية التوزيع وأولوياتها في المراحل اللاحقة. نحن كسرنا أمريكا حصار أمريكا وإسرائيل وأتباعها. أحب وجه تحية لسمحة السيد، هو اللي قال أنه نحن أولاده، هو عن جد بي الكل. بدي حب أقول لإيران شكرا، إيران لبشار الأسد عن جد شكرا. القطاعات المتوقفة والمتعطشة إلى مشتقات النفط في لبنان والتي عمق انتكاستها التخزين والتهريب والسوق السوداء إلى جانب طوابير الذل التي أصبحت جزءا من يوميات المواطن اللبناني، أعطت المقاومة اليوم وبتوقيتها بارقة حلول، إما بفتح مسار جديد للاستيراد وإما ببدء فك كماشات الحصار الأمريكي.